هل حاولت قبل كده تعمل دايت وما قدرتش تستمر على المدى الطويل على نفس عدد السعرات الحرارية من غير ما تشعر بالجوع والحرمان وتفشل الدايت خالص في الوجبات الفري؟ أهو الدراسة دي بتأكد فشل محاولات تنظيم الوزن بنسب تتعدى 99%، يعني مفيش فشل مضمون أكتر من كده. عارفين ليه؟ طب إزاي أصلاً الجسم بيحول الأطعمة دي كلها على اختلاف أشكالها ومكوناتها الكيميائية لصورة واحدة من الطاقة؟ وإيه هي الصورة دي؟ وإيه أوجه القصور والأخطاء اللي بتحصل بغير قصد وبقصد أثناء حساب السعرات الحرارية؟ وليه الأخطاء دي بتخلي فكرة حساب السعرات الحرارية دي كلها على بعضها بملصقات الحقائق الغذائية اللي زي دي بالبرامج اللي زي ماي فيتنس بال، كل ده عبارة عن وهم ونصباية كبيرة ومش المفروض خالص إننا نبني أنظمتنا الغذائية على المبدأ ده؟ والأهم بقى، لما هو المفروض إننا نبطل نحسب السعرات الحرارية، أمال الصح إيه؟ وننظم أكلنا إزاي؟ دي الأسئلة اللي هنجاوب عليها في الفيديو ده. انترو سريع ونبدأ حالا. اهلا بكم في قناة خضرونيوم وكيمياء الحياة، معاكم محمد خضر، والنهاردة هنكمل كلامنا عن حقيقة حسابات السعرات الحرارية اللي حكينا قصتها بالتفصيل في الفيديو ده، اللي لو ما كنتش شفته بالفعل فيستحسن ترجع تشوفه الاول من الرابط ده عشان تقدر تتابع معانا، لانه بيشرح مصطلحات وحسابات اساسية هنشير ليها كتير وهنبني عليها كلامنا في الفيديو ده، والوقت ما يسمحش اعيد شرحها تاني. واستكمالا لشرح ارتباط مفهوم السعرات الحرارية بالتغذية، ده نموذج لجزيء الجلوكوز وقود الحياة ووحدة بناء ومآل جميع الكربوهيدرات اللي زي العيش والرز والمكرونة والبطاطس وهلوم جر. الجزيء ده لو حرقناه في وجود وفرة من الأكسجين زي ما بيحصل جوا المسعر الحراري، جميع الروابط دي هتتكسر وحينتج ثاني أكسيد كربون وبخار مية. والطاقة الناتجة من تكسير الروابط دي هتخرج كلها مرة واحدة بغشومية في صورة حرارة عالية. طب ليه أجسامنا أثناء هضمها لنفس الجزيء ده ما بتسخنش أكتر من 37 درجة مئوية؟ ببساطة لأن أجسامنا ما هياش مسعرات حرارية. أثناء الهضم الروابط دي بيحصل لها تكسير تدريجي ممنهج، والطاقة الناتجة عن تكسير الروابط دي بيتم تخزينها مباشرة في صورة روابط كيميائية تانية محملة على جزيء الطاقة اللي في أجسامنا، ثلاثي فوسفات الأدينوسين أو ما يعرف اختصارا بالـ ATP. وآدي نموذج لجزيء الـ ATP، وحدة أدينوسين وواحد اتنين تلات وحدات فوسفات. الجزيء ده تقدر تعتبره بطارية الحياة وهي مشحونة، والرابطة الملونة باللون البنفسجي دي هي دي الرابطة اللي بيتم تخزين طاقة الغذاء فيها، وأول ما الجسم يحتاج طاقة بيكسر الرابطة دي كده ويفك وحدة فوسفات. كسر هذه الرابطة بينتج بخة من الطاقة الشحنة اللي جوه البطارية، ويتحول الجزيء لثنائي فوسفات الأدينوسين أو ما يعرف بالـ ADP، ودي بطارية الحياة وهي فاضية. وطول الوقت دورة الطاقة دي شغالة خلال ملايين الملايين من هذا الجزيء اللي بيوفر الطاقة لجميع خلايا جسمك. تاكل وتتنفس أكسجين، فيقوم الجسم يكسر الروابط الكيميائية اللي في الأكل ويطلع ثاني أكسيد الكربون ويخزن طاقة الروابط اللي كسرها في الرابطة دي. تحتاج طاقة، يكسر الرابطة دي كده يخزن طاقة، وكده يطلع طاقة، يشحن ويفضي. كده البطارية مليانة، كده البطارية فاضية. وزي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، ملصقات الحقائق الغذائية اللي بتحطها الشركات على منتجاتها بتبني حساباتها لعدد السعرات الحرارية اللي بتطلع من تكسير الروابط الكيميائية في الغذاء على نظام 944 بتاع أتووتر. ومش بس كده، ده كمان المؤسسات الرقابية والهيئات الحكومية زي الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء الـ FDA والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية الـ EFSA
ومنظمة الصحة العالمية وغيرهم كتير، كل دول يجعل كلامنا خفيف عليهم، بيستخدموا نفس نظام الـ 944 لحد النهاردة، بالرغم من مرور أكتر من 120 سنة على كتابات أتووتر، وبدون أي اعتبار للاكتشافات العلمية اللي حصلت خلال 120 سنة دول، واللي كشفت عن قصور وأخطاء كبيرة تهدم موضوع السعرات الحرارية ده جملة وتفصيلا، اللي خلى دكتور إلسي ودوسن اللي توقفنا عندها في الجزء الأول توصف جهود البشر لتحديد قيمة الطاقة في طعام الإنسان بأنها مجرد كوميديا من الأخطاء. وأول نكتة في هذه الكوميديا هو أن في جزء من الطاقة الممتصة من الغذاء بيفقد في صورة حرارة فيما يعرف بالثيرموجينيسيس، بالضبط كده زي ما محركات السيارات بتفقد جزء من طاقة الوقود في صورة حرارة، ونظام الـ 944 بيهمل الطاقة دي تماما. عارفين نسبتها كام الطاقة دي من الطاقة الكلية الممتصة من الغذاء؟ 10%. حلوم ايه؟ مستشوي الـ 10%؟ يا عم ما جاتش على الـ 10% دول، خليها علينا، يا ريتها يا اخويا جات على الـ 10%. اصبر اصبر، لسه الفاتورة طويلة والحساب هيجمع جامد في الاخر. عندك مثلا قانون اللوائح الفيدرالية الامريكي بيسمح بهامش خطأ لحد 20% زيادة عن قيم السعرات الحرارية اللي بتتكتب على ملصقات الحقائق الغذائية، يعني كل القيم دي تحتمل الزيادة لحد 20%، وكله بالقانون. ولاحظ ان نص القانون هنا بيخص الحد الأقصى لتجاوز القيمة اللي على الغلاف، وما جابش سيرة الحد الأدنى. ليه؟ لان يا ريت مصنعين الأغذية بيلتزموا بالهامش الواسع ده، لا دول بيسوقوا الهبل على الشيطنة لدرجة ان نسب الخطأ دي بتوصل احيانا لـ 200%، اعلى من قيم السعرات اللي بتتكتب على المنتجات الغذائية زي ما وضحت الدراسة دي. شوف الجحود مش يزودوا 30 ولا 40 ولا حتى 50، لا 200%، يعني 10 أضعاف الحد الأقصى المسموح به. طبعا هم مش بيعملوا كده رخامة، هم ليهم أسبابهم اللي هنشرحها بالتفصيل بعدين. 200% مش خطأ، 210%، واحنا لسه هو بنقول يا هادي قبل ما نبدأ الكلام في أي كيمياء، ولسه في كيمياء كمان. أمال انت فاكر ايه؟ خضرونيوم بتاع كيمياء. انا مش هقول لك بقى ان اجسامنا البشرية مش زي بعضها، وان كفاءة الجسم الواحد في التمثيل الغذائي بتختلف حسب وقت تناول الطعام والنشاط البدني والسن والجنس والحالة الصحية والى اخره من هذا الكلام البديهي العام. امال هتقول لي ايه تاني؟ هقول لك تعال بينا الاول نلقي نظرة سريعة على كيمياء التغذية فيما يعرف بالايض الوسيط، intermediary metabolism، يطلع ايه كمان البيض الوسيط ده؟ خلصت القلشة؟ نركز بقى. أجسامنا بتحصل على السعرات الحرارية من خلال المغذيات الكبرى أو ما يعرف بالماكرو نيوتريينز، وهي الكربوهيدرات أو النشويات والبروتينات والدهون، هي دي المكونات الرئيسية لتوليد الطاقة من أي طعام. طبعا في مغذيات تانية أساسية زي الفيتامينات والمعادن، لكن المغذيات دي بالرغم من استحالة الحياة بدونها ليس لها أي محتوى حراري داخل الجسم بخلاف التلاتة دول. إيه بقى التركيب الكيميائي للمغذيات الكبرى دي؟ بالنسبة للكربوهيدرات والدهون فهي عبارة عن مركبات بتتكون من هياكل كيميائية قوامها ثلاث عناصر فقط، اللي هم الكربون والهيدروجين والأكسجين. البروتينات بقى بتحتوي على عنصر رابع بالإضافة للثلاثة دول اللي هو النيتروجين. البروتينات برضو بتختلف عن الكربوهيدرات والدهون في إن الجسم ما بيقدرش يخزنها. إزاي الكلام ده يا جدع؟ أمال العضلات دي كلها إيه؟ العضلات دي أعضاء عاملة ليها وظائف وليست مخازن، علشان كده لو بطلت تمرين بتتقلص، غير الكرش مثلا أو جناحات الخفاش اللي عبارة عن مخازن دهون ملهاش أي وظيفة غير إن ساعة القحط الجسم بيستخدم الدهون دي كوقود بديل لحين توافر الغذاء. الكلام ده ينطبق برضو على الكربوهيدرات، مصدر الوقود المفضل للجسم، واللي بيخزن جزء منها في العضلات والباقي بيخزنه في صورة دهون.
لكن البروتينات اللي بنتناولها في الغذاء ما بتتخزنش، بتتكسر لمركباتها الأولية اللي هي الأحماض الأمينية، والأحماض دي بيتم استخدامها كوحدات بنائية لإصلاح الأنسجة التالفة وبناء العضلات لو بتلعب رياضة، والزايد بيتعامل معاملة الوقود ويتحرق في دورة كريبس، ولو الزايد كتير قوي بيتحول لدهون برضه علشان يتخزن. وفي كلتا الحالتين الجسم ما يقدرش يعامل البروتينات معاملة الكربوهيدرات أو الدهون من غير ما ينتزع منها النيتروجين اللي بيميزها كيميائيا عن بقية الكربوهيدرات والدهون. أنا تهت منك دلوقتي، إيه علاقة الحدوتة دي بعدد السعرات الحرارية؟ أهو عملية استخراج النيتروجين وطرده من الجسم في صورة يوريا بتخرج مع البول ما بتتمش بلوشي كده، دي تفاعلات وإنزيمات وشغل كلى وموال كبير قوي بيستهلك تقريبا 30% من الطاقة اللي الجسم بيقدر يستخرجها من البروتينات، وال 30% دول برضو مش في حسبان حسابات السعرات الحرارية إياها. أيوة كده نسبة الخطأ وصلت 240% في حسابات السعرات الحرارية. عرفت بقى ليه الدايت اللي بيقولك قلل سعراتك الحرارية من 20 ل 30% ما بيشتغلش، وتحرم نفسك وتجوع عشان تحقق 30% عجز وانت حساباتك اصلا مخرمة 240%؟ طب كده نسبة الخطأ 240% اخر كلام ولا لسه في تاني؟ لسه. عوامل اتوتر العامة بتفترض ان نسبة النيتروجين واحدة في جميع انواع البروتين 16%، وبناء عليه فحسابات السعرات الحرارية دي بتفترض ثبات التوافر الحراري لجميع أنواع البروتين، لحمة، سمك، جبنة، فول، عدس إلى آخره من مصادر البروتين المختلفة، وده طبعا غلط. نسبة 16% دي صحيحة بالنسبة لشريحة لحمة حمراء، لكن النسبة بتتراوح من 13-19% لمصادر البروتين التانية، والنسب دي تم تصحيحها في عوامل جونز سنة 1931. من مصادر الخطأ برضو في نظام 944 إن حسابات أتووتر لمحتوى الكربوهيدرات في الأغذية ما كانتش بتاخد في الاعتبار وجود الألياف الغير قابلة للهضم، وبالتالي كان دايما بيبالغ في نسبة الكربوهيدرات اللي بيحسبها بالنسبة للأطعمة الغنية بالألياف. خلاص يا عم كفاية، عرفنا خلاص ان حسابات السعرات الحرارية كلها قصور واخطاء وغلط في غلط، امال الصح ايه؟ طالما اننا مش هنقدر نحسب عدد السعرات الحرارية بدقة، امال ننظم اكلنا ازاي؟ هو ده السؤال اللي اصلا أتووتر كان بيحاول يجاوب عليه بشغله وابحاثه اللي كانت هدفها الاساسي تحسين المعايير الغذائية لضمان جودة تغذية الطبقة العاملة بأقل تكلفة. وكان رأيه هو إن أفضل نظام غذائي هو النظام اللي بيحقق التوازن بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون بأقل تكلفة، ولا جاب سيرة حد أدنى ولا حد أقصى لعدد السعرات الحرارية. أتووتر نفسه اللي بدأ عد السعرات ونظام 944 قال الكلام ده، شفت إزاي؟ ما هو لا يصح إلا الصحيح. ولحد النهاردة مهما اختلفت آراء علماء التغذية إلا أنهم بيتفقوا جميعا على هذا الكلام، وعلى أننا بنتناول أطعمة مش سعرات. علشان كده ال 85 كالوري اللي هنا صحية ومفيدة، ونفس ال 85 كالوري هنا غير صحية. وقيس على كده بقى، الأولوية لازم تفضل لنظام غذائي صحي متكامل، مش دايت للتخسيس او لزيادة الوزن والسلام. وكخطوط عريضة للنظام الغذائي المثالي هنلاقي ان الدكتور جايلز يو رئيس وحدة ابحاث الجينات في جامعة كامبريدج بيختتم كتابه Why Calories Don't Count بالثلاث توصيات التالية: نسبة البروتين ما تقلش عن 16% من الغذاء اليومي، طبعا مش لازم يكون مصدرها حيواني، حمص، بسلة، فاصوليا، لوبيا، كله شغال. 2- الحصة اليومية من الألياف ما تقلش عن 30 جرام، وده رقم مش قليل ما تتخدعش فيه، عندك مثلا 100 جرام بروكلي فيهم يدوب 2.3 من 10 جرام ألياف، يعني لو أكلت كيلو منه في اليوم مش هتوصل للكمية المطلوبة، وال100 جرام بسلة فيهم 4.5 جرام ألياف بس. وتالت توصية إن نسبة السكر المضاف ما تزيدش عن 5%،
وده يشمل السكر والعسل وأي سكر غير موجود داخل مصفوفة من الخلايا الطبيعية، كما هو الحال في الفواكه مثلا. دي السكر بتاعها ما يدخلش في حساب 5% دول إلا إذا عملتها عصير، وتكون بكده طلعت السكر بره مصفوفة الألياف اللي كان فيها. وبينهي دكتور يو كتابه بالجملة التالية: إحنا بناكل أطعمة مش سعرات حرارية، ولو اهتميت بصحتك فوزنك هيظبط نفسه لوحده. طبعا على قد ما الكلام اللي في الفيديو ده يبدو صادم وجديد وعكس التيار، إلا إنه على العكس تماما، وعلماء التغذية ياما اتنبح صوتهم في المطالبة بإيقاف العمل بنظام 944 وتبني نظام جديد لقياس الطاقة في الغذاء. وأشهر هذه البدائل هو نظام النيت ميتابولايزابل انرجي NME أو صافي الطاقة القابلة للأي، اللي تم اقتراحه من ثمانينات القرن الماضي، لكن لا حياة لمن تنادي. طيب طالما حسابات السعرات الحرارية كلها قصور وأخطاء والبديل جاهز من الثمانينات، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي بمزيج من الفضول والتعجب: ليه شركات تصنيع الأغذية والهيئات اللي بتراقبها مترمخين على الكلام ده ومتمسكين بفكرة تتبع عدد السعرات الحرارية ونظام 944؟ ومنين ما تدور وشك في عالم الدايت تلاقي الكلام كله بيتمحور حول فكرة حساب السعرات الحرارية؟ ده سؤال جميل جدا، وإجابته حكاية طويلة هحكيها لكم الفيديو الجاي. شرفونا باشتراكاتكم علشان يوصلكم اختار اول ما ينزل، ولو كنتم استفدتم باي معلومة ما تنسوش اللايك والشير عشان تشجعوا استمرار النوع ده من المحتوى، وقولولنا في التعليقات ايه ارائكم عن افضل نظام غذائي تحبوا نتكلم عنه في السلسلة دي. ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي هتلاقوني قاعد تحت برد على التعليقات. السلام عليكم.